نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من باريس أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور خلدون النبواني. دكتور خلدون، أهلا بك معنا. مؤتمر ستراسبورغ المعني بمستقبل أوروبا يبدأ أعماله اليوم، تحديات كبيرة وملفات كثيرة على الطاولة، ما هي الملفات التي تحظى بالأولوية اليوم دكتور خلدون؟ أهلا بك وبمشاهدي سكاي نيوز. يعني هناك 4 ملفات أساسية يتمحور النقاش حولها حول مستقبل أوروبا بشكل أساسي: قيم الاتحاد الأوروبي وحقوق وواجبات المواطنين بشكل أو بآخر، دولة القانون، والأمن هو المحور الأول من هذا النقاش. هناك محور أيضا يتعلق بالتغير المناخي والتغير البيئي والوضع الصحي، خاصة بعد يعني جائحة كورونا. هناك ملف آخر يتعلق بإعادة عجلة الاقتصاد، الوضع الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، قضايا الشباب من تعليم ورياضة وفنون وكل ما يتعلق بهذا الأمر. والملف الرابع والأخير هو موضوع يعني صورة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، والملف الأمني أيضا مرة أخرى المتعلق بأوروبا. إذن هي المحاور الأربع الأساسية التي سيتمحور حولها النقاش. طبعا أيضا التمثيل حاولوا فيه أن يكون تمثيلا عاما يشمل جميع، أولا الكيانات السياسية في أوروبا. هناك مثلا 180 ممثلا وممثلة بالتساوي بين الجنسين عن البرلمان الأوروبي. هناك أربع، بمعنى أن هناك 4 ممثلين عن كل دولة من الدول الأعضاء 27. هناك أيضا 54 ممثلا عن البرلمان الأوروبي، عن المجلس الأوروبي، بمعنى أن هناك أيضا ممثلان رجل وامرأة عن كل دولة من الدول الأعضاء. هناك 108 ممثلين عن المواطنين. نعم. تحدثنا عن الملفات التي ستكون على طاولة هذا المؤتمر، ولكن ما المنتظر من قرارات ربما، وإن صدرت أي قرارات من هذا المؤتمر، خاصة بأنه نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، ولا ننسى أيضا بأن فرنسا ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في العام المقبل. هناك يعني جمعية عمومية وهناك هيئة تنفيذية. الهيئة التنفيذية ستحرص على وضع التوصيات والقرارات موضع التنفيذ، بمعنى أنها ستتعامل بشكل واضح وشفاف مع الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اقتراحات المواطنين. طبعا هناك ممثلين عن الناس تم اختيارهم أيضا بشكل عشوائي، يعني بشكل يطبق التساوي في التمثيل الأوروبي. بعد ذلك كل تلك القرارات سيكون هناك برنامج وسيتم متابعة هذا البرنامج. هناك إذا كان تأكيد على أن مستقبل أوروبا في يد هؤلاء الممثلين عن الشعوب أو الذين تم اختيارهم، إما عبر التمثيل الديمقراطي وإما عبر عينة الناس، وبالتالي سيكون هناك خيارات، توصيات، قرارات سيتم وضعها موضع التنفيذ من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضا من قبل الدول الأعضاء كل على حدة. هذا طبعا بالشكل الرسمي. طبعا أيضا الدول الأعضاء ستهتم بمعرفة الميل العام الشعبي أيضا أجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وبالتالي كل ذلك لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار. طبعا هناك تحديات كبيرة، بعضهم يقول بأن ذلك لن يؤدي إلى شيء حقيقي، ولكن هكذا يعني تسير وتتفاعل عملية الديمقراطية في أوروبا. هناك دائما صوت للناس يتم الأخذ به بعين الاعتبار عبر التمثيل الديمقراطي. صح، وستكون هناك مشاركة ومداخلات للمواطنين الأوروبيين عبر الفيديو أيضا في هذا المؤتمر دكتور خلدون. طب دكتور خلدون، ماذا عن روسيا وتركيا؟ أيضا التعامل مع هذين الدولتين سيكون أيضا على الطاولة، هل سنشهد موقف موحد من الدول المشاركة في هذا المؤتمر فيما يخص السياسات، وكيف سيتم التعامل مع روسيا وتركيا؟ يعني يأتي إطار الأمن والأمن
صورة الاتحاد الأوروبي على المشهد الدولي جزء من هذا الموضوع، إذن سيتم بحثه في إطار العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. لكن يظل القرار هنا قرار سيادي للدول الأعضاء، بمعنى أنه سيكون هناك جملة توصيات. لا شك أن الموضوع الاتحاد الأوروبي وعلاقته مع روسيا على سبيل المثال ليس بالموضوع الجديد، ولكن هناك تغير حاسم. كان يعني إيمانويل ماكرون قد دعا إلى حتى إلى ضم روسيا إلى حلف الناتو، يعني مما يبدو كمفارقة، لأن حلف الناتو بشكل أساسي قد قام ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك. ولكن هناك تغيرات دولية كان يصفها يعني ماكرون، الآن ميركل تتبنى مثل هذا الخطاب، لكن هناك تغير دولي حقيقي، يعني يبدو أنه فرض نفسه حتى في العلاقة مع روسيا، وهو وصول إدارة بايدن إلى سدة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك التعاون الذي يبدو أنه قوي ما بين ضفتي الأطلسي، وبالتالي لن يكون الأمر مع روسيا قرارا أوروبيا. أوروبا بشكل أو بآخر بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الآن، خاصة أنها مفككة وتجد نفسها يعني في وجه أيضا يعني قوة صاعدة هي الصين وروسيا، التي تحاول بشكل أو بآخر أن تتوسع بالقرب من حدود نعم دكتور، الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك يعني يعيد الموضوع إلى الطاولة. تجد أوروبا نفسها أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو قرار أظنه سيادي، وليس لن يتمخض بشكل أو بآخر عن قرارات مثل هذا الاجتماع الذي يهتم بالمواطنة ومستقبل أوروبا على المستوى الداخلي. شكرا لك دكتور خلدون النبواني أستاذ الفلسفة السياسية، كنت معنا من باريس.